هذا واحد تاس دياغنوستيك اللي هو تقويم تشخيصي ديال الثانيه بكالوريا. اذا فوكابل وي ديالو فيه 6 ديال النقاط، ثم من بعد الجراما فيها 8 ديال النقاط، وكوميونيكيشن عليها 6 ديال النقاط. انا الان غادي نشرح لكم شنو خصكم ديروا بالضبط، يعني نشرح لكم التمارين، ومن بعد نتوما بطبيعه الحال راه غادي هذا التاس غتلقاوه في صندوق الوصف، غتاخذوه وغتخدموه بشويه عليكم، وديك الساعه ترجعوا تشوفوا الكلمات ولا تشوفوا الاجوبه واش راها مزيانه ولا لا. اذا vocabulary choose the appropriate words from the list to complete the paragraph below. عندنا كلمات هنا degree, scholarship, graduates, positive, abroad, research. كل كلمه نحاولوا نديروها في المكان ديالها على حساب المعنى. match the words below with their definitions. We have the words here, we have six words and we have the definitions here. عندنا الكلمات وعندنا التعاريف، كل كلمه نحاول نشوفوا شنو هو التعريف ديالها المناسب. في الجرامر tick the correct answer. كل مره عندنا جمله we have a sentence and we have two words, one of them is correct and the other one is not. واحد فيهم اللي صحيح غنديروا ليه علامه. communication put these expressions in the right columns. عندنا كلمه جمل ولا des expressions وكل وحده فيهم غنديروها هنا في المكان ديالها، يا اما asking for opinion, giving advice, giving promise, request, apology ولا surprise. vocabulary choose the appropriate words from the list. اذا عندنا at the end of this year في الاخر ديال هذا العام ليلى will graduate from high school. اذا ليلى غادي تخرج من الثانويه التاهيليه and get her degree وغتاخذ الشهاده ديالها. the degree that we are talking about here is the baccalaureate degree in plastic arts. as she is very ambitious girl, she is thinking of going abroad. اذا بما انها واحد البنت اللي عندها طموح كبير باغا تمشي she wants to go abroad هي خارج ارض الوطن to carry on her higher studies باش تكمل الدراسات ديالها الجامعيه and be able to conduct more research. وانها حتى باغيه دير ابحاث اكثر research ابحاث because there are big libraries there. لان خصوصا في اوروبا بطبيعه الحال راه كاين مكتبات كبيره الى اخره. she knows that it is very expensive to study in a foreign country. عارفه بان الى مشات للخارج راه غادي يخصها بزاف ديال الفلوس وداك الشيء راه غالي. so she will try to get a scholarship. هادشي علاش غادي تحاول انها تاخذ واحد المنحه دراسيه. المنحه الدراسيه بطبيعه الحال راه صافي تقريبا ما تتخلص شي حاجه. to cover her expenses. ليلى also dreams of being a هي تحلم انها تصبح a positive woman in her society. انها تولي واحد الانسانه اللي هي تدير بزاف د الحوايج اللي هما positive اللي هما زوينين في وسط تعاون الكوميونيتي، تعاون المجتمع ديالها. match the words below with their definitions. اذا bakery واحد هي التسول بي اللي هو living by asking people for money and food. انسان تيعيش هو غير بباغري he's begging people for money and food. دائما يتسول. cultural heritage هو دي. شنو هو cultural heritage؟ هو food, clothes, customs, arts and historical places of one's country. اذا ملي تنهضروا اي حاجه اللي هي cultural شي حاجه اللي هي ثقافيه، وheritage هو موروث الثقافي فيه الفود فيه كلوث فيه كاستمز الى اخره اللي خاصين بواحد البلد. illiteracy هي the state of not being educated. واحد الانسان ما قراش ما دخلش للمدرسه راه تيتسمى illiterate. امي. entertainment هي films, shows, TV or other activities that entertain people. يعني الاشياء اللي هي تترفه على الانسان اللي هي داخله في الترفيه entertainment. joblessness job اللي هو العمل, less هو شي حاجه اللي ما كايناش, jobless شي واحد اللي هو jobless يعني بدون عمل. يعني joblessness اذا هو النوع اللي تناخذوه من هاد joblessness اللي هي lack of job opportunities ملي ما تيكونوش لي زوبورتونيتي الفرص ديال العمل. pollution damage caused to water air الى اخره by harmful substances or rubbish. pollution بطبيعه الحال اللي هي التلوث. نشوفوا الجراماتيك ذيك واكس انسر اليكس فرنش فلوينسي، اذا اليكس راه هو هي، اذا سبيكس بطبيعه الحال في البريزنت سيمبل ضروري نزيدو اس ولا اي اس في الاخر ديال لا فيرب. لاست نايت، لاست نايت اذا راه حنا تنهضروا على البارح، يعني انها ان ذا باست وي، ما نقولوش وي هاد، وي هاد اصلا ما كايناش، هاد وي هاد ا بارتي، كانت عندنا واحد الحفله. واتس وات يو، وات دو يو دائما تنقولوا وات دو يو ولا وات ديد يو على حساب واش حنا تنهضروا على دابا شي حاجه ولا شي حاجه اللي تديرها دائما، وات دو يو ثينك اوف الى اخره، ولا وات ديد يو يسترداي راه البارح، اذا وات ديد يو دو يسترداي شنو درتي البارح. وير، وير واز يو، لا يو راه تكون معها وير، وير وير يو فين كنتي. I have just I have done something، دائما I have من بعد منها تيكون الفيرب في الباس في الباس بارتيسيبل ديالو اللي هو finished. I have just finished my homework، يلاه ساليت العمل ديالي. المقدمة was written by ابن خلدون، المقدمة إذا كتبت من طرف ابن خلدون. I work on Mondays، دائما the days of the week تنديرو معهم on Monday on Tuesday إلى آخره. She fainted when، she fainted شي واحد اللي هو faint هو شي واحد اللي became unconscious، يعني أنه بحال دابا سخف. She fainted when she was talking، كانت تهضر أو she fainted. Communication كلها هنايا كل وحده درناها في بلاصتها. Asking for opinion، إذا نبداو بعدا بالأولى. Could you open that window please؟ ملي تقول شي واحد could you do this، واش يمكن لك دير هاد القضية هادي، عافاك، إذا it's a request، هذا راه طلب، أنت تطلب من شي واحد يدير لك شي حاجة، تقول له could you do this please. I will buy you a smartphone، شي واحد قال لك I will buy you a smartphone، يعني هو he's giving you a promise، بحال شي أب تيقول لولدو لا قريتي مزيان غنشري لك بيكالا، ما عمرو ما تيشريها ليه. من بعد واو، هاد واو دائما راها سربرايز، واو ار يو سيريس، تقول شي واحد ار يو سيريس يعني انت وزات سوربري. ام سوري تو باذر يو، ام سوري راه هي دائما ابولوجي، يعني انك انت تقول شي واحد اسمح لي. وات دو يو ثينك اوف ذيس شيرت، شي واحد تقول ليه وات دو يو ثينك اوف ذيس، بحال الا تقول ليه I want your opinion about this or that، راني بغيت الراي ديالك على واحد الحاجه. شنو تظن نتايا بهاد التيشيرت اللي انا لابس؟ في الاخر I advise you، ملي تقول شي واحد I advise you يعني انايا بحال تقول له انا تنعطيك واحد النصيحه، انا تنصحك انك دير كذا وكذا. وشوفوا معايا هاد القضيه ديال ملي تكون فيرب، راه تيكون باس، صافي. وملي تيكون ناون ها هي given advice راه تيكون بسي. وإلا كان شي حاجه وحده اخرى اللي مازال ما عارفينهاش ولا ما فاهمينهاش، كتبوها ليا في لي كومونتير باش نصاوبها ليكم، وبالتوفيق.